أن الشيخ زهور قلوب فكل الأشباب في عزة مؤليه تقص تغني مع شهد يتدين بذكرى أمان الصديق الأمين ذكرى تربعا على عرش عظيم إنها ذكرى عز وأنا عمنا فيها الرخاء عرش منه نرتوي ونسب منه نحتمي. فالمغرب قوي بتاريخه قوي بملوكه وقوي بشعره وقوي بشعاره الله الوطن. فبالنسبة لقضية الوحدة الترابية الكثيرون يعرفون من أن الوطن الملك إن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية واستكمال معبرة من التوارك الأساسية التي حققها حول إجماع الوطني وأولى أوليات مافاتيح المغرب يدافع عن بلاده لسيادة على مجموعة أراضيه التاريخية. إنها قضية مصير لكل المغاربة باختلاف أصولهم ودينهم وأينما كانوا وأينما تواجدوا عبر العالم. إنه إجماع غير قابل للمساواة وإيمانا منا نحن أعضاء مؤسس المنتدى المغاربي للتعبئة الوطنية والدولية للحقب الذاتي للصحراء المغربية والمنحدرين من مختلف الجهات والمقيمين داخل وخارج التراب الوطني والتنسيق مع مجموعة من الفعاليات الأهمية لتفعيل الديمقراطية الشعبية وتمشي عن التوجيهات النيرة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله قررنا خلق هذا الجهاد أو هذا المنتدى الذي تزامن مع التأسيس والملف القضية الوطنية الأولى يعرف منعطفا تاريخيا كبيرا على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وبحكم المسؤولية الموقعة على عاتقنا كأبناء هذا الوطن وجب علينا النضال من أجل صورة وحدة المملكة أينما كنا وكل موقعين مخلصين للشعار المملكة الله الوطن المليك. فبما لا شك فيه أن المملكة المغربية قد شهدت منذ ولادة عهد جديد فتح مجموعة من الأوراش الكبرى همت كل جوانب البشرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بتطوير البنية التحتية ومرور التأهيل العصر البشري ووصولا إلى فتح الأوراش الكبرى المتقدمة من البناء والبناء الديمقراطي وحقوق الإنسان. ولعل هذه المشاريع هو ما تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة وأبرزها المبادرة الملكية والرامية إلى تخويل هذه الأقاليم نظاما للحكم الذاتي. وهذه المبادرة لقد ترحيبا وتجاوبا واسعا داخل المنتدى الدولي لجديتها ومصداقيتها في ترجيح الحل التفاوضي وتحجيب الحسم النهائي لطي هذا النزاع المفبرك ضد المغرب منذ حق توازنات الكبرى والحرب الباردة التي انتهى بسقوط جدران الدين. وهذه المنجزات التي تشهد المملكة بصفة عامة والأقاليم الجنوبية بصفة عامة الحكم الذاتي. الحكم الذاتي احنا مع الملك. الملك هو الاقتراح الحكم الذاتي من قد الصحراويين. غير الصحراويين خاص يعرف الجميع عنهم هم المحررين هذه التراب هذه القاعة اللي احنا قاعدين فيها اليوم راه ما حرك اشمعوا بالصحراويين المغاربة. صحراوي المغاربة يعرف الجميع عنها بدات 74 جبهة التحرير الوحدة. جبهة التحرير الوحدة خارجة من الطنطان كانت تزرق القنابل على تركة النصارى فما تردس العيون. إلين سحبت النصارى من ديارها باش تركب خلاو تلفزيونات قادر وقوامين فوق الناقص. شكون معدلها؟ معدلين الصحراويين أولاد الصحراء الأصيليين اللي هم المغاربة اليوم. من أجل المقاومة باش يقاوموا هذه التراب اللي احنا عايشين فيها اليوم ومتمنين فيها ومرتاحين فيها. ونقول للجميع علمنا رانا عايشين في عصر ذهبي وهو ملك شاب ودولة حق وقانون ولكن منين بقات المشكلة؟ بقات في الخوانة المغاربة اللي الناس تعيش في الصحراء. الصحراء غنية وهنا فقراء. الصحراء غنية وهنا فقراء. منين جانا الفقر؟ جانا من الناس اللي هي تسير هذه الدولة وتسيرها بالخدع وبالغش والنفاق والمسائل ما يضحي على شيء. الداخلية في السبعينات 25 عام ما تدخلها جريدة ولا يدخلها صحافي ولا يعرف حد شنو فيها. الصحراويين ما يقدر يفيد واحد الراس. كيفاش حنا اليوم نبغوا قايسين الحكم الذاتي وندوروا نعبوا الناس باش يوصلوا للحكم الذاتي؟ والحكم الذاتي احنا قايسينه
لأن الملك به وإحنا مقاومين وأولاد مقاومين، ولكن ما لنا الحكم الذاتي اللي نقضوا أخلاق الشباب اللي قلنا دخلت الدولة في 75 قالوا لنا ما عندكم الأطر، قلنا ما كاين مشكل ما عندنا الأطر، مشينا سيدي قرينا أولادنا بكرطية واش مدرفت عن الاستعمار يامس، واليوم لها تصبح بالأطر ديالها، الأطر ديالها قريناها من كملنا قريتنا لحقنا الإجازات قالوا لنا المصر ما يخالق، علاه المصر ما يخالق؟ احنا قلنا أنا مغاربة، مشينا قرينا في مصر، عاد منين قرينا في مصر تكلمنا الحكومة ديال بن كيران قالت لك لا 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 مصر شواهد مصر احنا ما نستعرفوا بها ولا نقابلها، مزيان باش تلتغى الوظيفة ديال الديزا ديال شي 11 مباشرة قالوا لك خاص تمولي الامتحانات، واش حنا يامس ماشي عندنا الاستعمار واليوم نتوظفوا بالامتحانات؟ هذا لا يعقل، لأننا حنا عندنا قايسين الحكم الذاتي خاصنا نجلسوه بأولادنا، وأولادنا قاعدين يزقنوا بشواهد العليا ويسدروا في الدشرة كذا من حانيت تشري لهم موموس باش حتى نوجهوا، يا سيدي احنا قايسين الحكم الذاتي، يا سيدي احنا مع المليك، يا سيدي احنا معاه ومعاه ودائما معاه وقدامه ووراه، ولكن بغينا الناس اللي تسير الدولة تسير بحق وتعود منها الصحراويين اللي هما أهل الصحراء، تقول المغرب كامل عن الغنيين، هما ما غني حد فقراء وعاد منين يتقدموا باش يطالبوا المصالح ديالهم ينقال عنهم انفصاليين، هذا راهو عيب وشين وكذا تصير تصرح نفسها، يامس يامس قديم يزيك عند منين مرق خيمه ورا خيمه خيمه ورا خيمه الجميع راح فيها والسلطات راح فيها، شنو مطالب هذو الناس؟ عندهم مطالب، عندهم الدساتات، عندهم شنو اللي عندهم؟ ما عندهم شنو هذا الشيء؟ كامل مرقوا يطالبوا المطالب ديالهم الاجتماعيه. انقال عنهم هذو الناس ما مطالب مالكيه وشتت المخيم فوق روسهم ونحرق فوق روسهم، وراهم هذاك هو المخيم الاول اللي نحرق، راهم نحرق مخيم القتل ونحرق مخيم المضريقه، منين يمشوا هذو الناس؟ المسلسل بلا غايه فيهم. هذوك الناس اللي قاعدين ذم مغاربة وأولاد مغاربة وأولاد مقاومين، ما خالق واحد منهم ذكروكم ماذا هو أبوه مقاوم هون، ماذا هو أبوه قراد جدان شاف ولا قراد كابيتان ولا قراد يطلع في الجيش مشى عن أهله حتى هو يقاوم أبوهم قاع مخليه مشى عن ابنه وعن مسائله من بير نظران ومشوا تيقاوم في النصارى وعند منين قبض مسائله كاملة، صبحت القرايم ديال الكيران قابلينهم ناس ثانيين على ظهور المقاومين الصحراويين، صبحت المقاليع هذه ديال الرمله الواضحه وديال المسائل كامله اللي على شواطئ البحر، شنو هذا الشيء اللي من قبضوه؟ قبضته مد متوليه المخزن ومتوليه الداخليه ومتوليه، ومنين هما هذو الناس؟ راه عندنا ما قدروا ينقزوا الداخليه ديال الدريس البصري هي المنتخبون ديالنا احنا في الاقاليم الجنوبيه كامله، راه ما هو إقليم عن إقليم، ما يقلع واحد اللي قعد فم يتم قاعد ويمص في أموال الدولة والصحراويين فقراء ولا يتموا فقراء، إنما جاتنا أيد نزيهة أيد من الناس الصالحة المغاربة الصالحين ويعرفوا منهم ذو أولادهم وذو مغاربة حقيقيين باش نلحقوا ذا اللي ندوروا، أنا جالس حكم ذاتي وناهي العبد في الداخل وفي الخارج، ولكن تعود معايا الناس اللي تعطي للصحراويين حقهم، تعود معايا الناس اللي توصل للصحراويين امانتهم اللي مشي لهم الملك، راهو ما مشي لهم حد ولا عاطيهم حد، عاطيهم الملك الله ينصره ويكمل عليه ويشافيه والله يعمل مولانا يطلع درجته، احنا الناس اللي خلاونا الناس اللي سراريق اللي مال الدوله ما راينا منه شيء لا في الاقاليم الجنوبيه ولا في داخل المغرب. واش دولة؟ الصحراء الحمد لله غنية 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 وهنا فقراء، أي دار جبتوا لنا العظم القليمين قلت لنا عندنا حقنا قلت لنا عندنا مسائلنا رفدوه باش ارتفد بالعلاه أنه صحراوي ولد قليمين ولا هنا عطت الحق للصحراويين، انقال عنه هذا الراجل ما يصلح، جانا احنا هذا الراجل هون اللي هو عامل محمد سالم السبطي عامل صاحب الجلال اثمن عماد رجعت الدشرة بشي ما رجعت إقليم السمارة بشي ما قد رجعت تشوفوا كيفوا انقال عنهم اللي صفحت الناس ضده كاملة، هذا الناس ما هم ضد العمال ولا هم ضد الولاد وضد الصحراويين، واش شاب عنده دوزياماني في الجامعة ديال لوميديسان
يصبح محبوس 16 عام. هذا راه النفاق، وهذا راه الشين، وهذا راه المسائل. احنا نطلبهم من صاحب الجلال، ونطلبهم من مليكنا الله ينصره على انه يعاوننا ونتعاون معانا في هذا المشروع، وبغينا نوصلوه. وراهي باغيت الناس تندوه، وراهي باغيت الناس رايك حانا في نواليمو، فوق 2000 من البشر قاعد يحاني في نواليمو، باغي يدخل الى على 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 حكم ذاتي، باغي لان احنا حكم ذاتي. الناس دارت منه الاموال، ودارت من الصحراء دارت منها الاموال. احنا ما ندوروا الاموال، ندوروا نعيشوا تحت سقف واحد. احنا والنا 40 عام احنا هما مفتصلين، بغينا لا نقعدوا احنا هما تحت خيمه واحده، تحت سقف واحد، ونعيشوا في بلدنا، لان بلدنا غني. كيفاش البلد غني واهل فقراء؟ منين يقيس هذا الشيء؟ يقيسوا الناس المسؤولين. انا يانس والله والنامس نقزوا اثنين هون من اقليم السماره في العماله، كلهم ريشين و40 عام يمص من اموال الدوله، وبالتالي دارت معاه داروا معاه كونترا يخلص مليون و40 الف عار وشين باش يخلص مليون و40 الف. اولاد واولاد الصحراء قابضين الشواهد العليا كلهم ما زيديه يخلص، والغيرهم والغير غيرهم الساكنه كامله حاصله بدون شيء. واحد ثاني كمل التقاعد ديالو باش يمشي بالتقاعد ديالو سالم، يقيس بلده ولا يقعد هون. هذا مولي بلده يخلص مليار معاه مالي كونترا يخلص 40 مليون و40 الف. مليون و40 الف نقسمها على ست شباب عندهم حاملين شواهد عليا. اذا هون احنا مع الحكم ذاتي. انا هذا اتكلف راني ما شرفوني باش يعطوني مكتب جهوي ديال الحكم ذاتي، وكلفوني وتكلفت. وكيفاش انا له ندق البيبان ونوصل رساله سيدنا الله ينصره ديال الحكم الذاتي للديار وللخيام، ولين نمشي بها للدول الخارجيه، ولين نوصل بها عين مكان عند خوتي واخواتي وناسي. انا واحد من الجبال، ومن بعد الجبال هذا بلدنا وهذا هنا، واللي فتندو اولادنا واخوتنا واعمامنا، وانا هو اللي نوصل لهم رساله. هذا البشير ولد الجيل، واحد من الجبال، وراه الجميع يعرف عني ذا الكلام اللي نقول على حق. وراه الجميع يعرف عنا هذا الناس اللي قاضين ذكرى بالمنتخبون لهم 40 عام. واش هذا الشباب ما كاين يطلع اللي قاري ومثقف قاضين الجماعات مقبوضين، السبا مقبوض، الترام مقبوض، ما عندنا شيء قدينا نلحقوه مع هذا الناس. هذا هو اللي نقول لكم، وهذا هو اللي بغيت رسالتي تبلغكم يا الاجهزه الامنيه. الله يجزيكم بالخير، بلغوا رسالتي، ويا الصحف بلغوا رسالتي عن راه الشعب المغربي الصحراوي لا في تندوف ولا في الجزائر ولا في موريتان ولا كذا، راهو على حق ذاتي، ولكن باغي حقه في بلده. والسلام عليكم ورحمه الله. السيد بشير السلامي كرئيس جهة العيون فوج دور طفايا سمار، كرئيس لهذه الجهة حكم الثقة الذي وضع فيه، والثقة الذي وضع فيه من جميع، حيث قام بزيارة للمناطق الشرقية من السعيدية وبركان وطرقوات وتازة، والحمد لله حصل على تكوين من جانب إخوة في قضية التعبئة والإخذة ومصنع المشروع البلدي السامي والمتمثل في مشروع الحكم الذاتي لأقاليم الصحراوية. لأن ليكن في العلم أن الجهة الشرقية تلعب دورا كبيرا في قضية الوحدة الترابية وقضية التعبئة والإخذة بالقضية. وتقول للجهة الجنوبية نحن نداعبكم بهذا المشروع، ونحن نطالب بالحكم الذاتي أن يكون في الصحراء المغربية. فهنيئا للسيد السلماني، وبناء على القرار العام الأمين العام للمنتدى المغاربي للتابع الوطني والدولي للحكم الذاتي، بناء على القانون الأساسي للمنتدى المغاربي للحكم الذاتي للصحراء المغربية، وبناء على النظام الداخلي للمنتدى المغاربي، وبناء على اختصاصات الأمين العام للمنتدى المغاربي للتعبئة الوطنية والدولية للحكم الذاتي، يقرر ما يلي: فصل فريد. يعين السيد بشير السملاني والحامل لبطاقة التعريف الوطنية S-60785 في المنتدى المغاربي للتعبئة الوطنية والدولية
رقم 53 على 2015 كرئيس جهة للعيون السمارة بوجدور ونواحيها، ويسمح له أن يؤسس فروع لذلك. فهنيئا للسيد بشري بشير فليتفضل مشكورا بهذا القرار، وهنيئا له. البشير الكاتب الجهوي للمنتدى المغاربي لتعبئة الحكم الذاتي، وحنا هذا مشروع ديال سيدنا الملك محمد السادس نصره الله، ونحن معه ونحن أمامه ونحن متشبتين بالعرش العلوي المجيد، وحنا مقاومين من أجل الحكم الذاتي ونبلغ رسالتنا. احنا ما شرفنا احنا بالجميع اللي نعرفه واللي ما نعرفه، لان نلحقوا ان شاء الله ونبلغوا رسالتنا، لانها تكليف. ان احنا ما شرفنا لا وكلفنا، ولكن تكليفنا من اجل وطنيتنا ومن اجل ملكنا كلها. الحمد لله هذا صالح ولا ينعدلوه ولا هو اللي نمشوا فيه، ورانا اللي نبلغوا رسالتنا للخارج ولعين المكان اللي فيه اخوتنا واخواتنا وناسنا وللنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وبتبافة المغرب واندفع إنها قضية مصير لكل المغاربة باختلاف أصولهم ودينهم أينما كانوا وأينما كانوا وأينما توجهوا، مخلصين لشعار المملكة الله الوطن الملك. فبما لا شك فيه أن الأوراش التي الكبرى التي همت كل الجوانب البشرية والاجتماعية والاقتصادية بالأمنية التحتية إلى أوراشكم المتقدمة، وهذا دليل أن الجهوية موجودة، المتقدمة موجودة، والحكم الذاتي يجب أن يكون من جميع الفعاليات الأحزاب والجمعيات أن يكون التصدي لأعداء الوحدة الترابية واليقظة بالقضية الوطنية الأولى، وخاصة نشر المشروع الذي أسامي المتمتع في المشروع الحكم الذاتي العقاري والصحراوية. فهنيئا. تواجدكم في السمارة اليوم؟ تواجدنا من أجل إعطاء مشروع ملكي، ألا هو مشروع المنتدى المغاربي للتعبئة الوطنية والدولية للحكم الذاتي والصحراء، حتى يصل إلى المستوى المنسوب إليه من يقظة ووثيقة وعمل جاد من فاعلين جمعويين وأحزاب وهيئات سياسية وهيئات منتخبية وجميع الأطراف. فهنيئا لهذه المدينة الفتية التي يرجع لها الفضل، لأنها مدينة تاريخية تعبر عن تمسكها بالشعب بالبيعة منذ القديم، والسمارة بلد المقاومة. فهنيئا لهذا البلد.